قبل عدة أعوام كان هذا الشارع يعج بالأشخاص المتسوقين والذين يأتون إليه من جميع مناطق المحافظة، إلا أنه اليوم باتت المحلات مغلقة والشوارع شبه خالية. هذه صارت المنطقة طاردة، عرفت علي؟ ما في حركة الآن، يعني الآن غالبية المحلات سكرت لعدة أسباب. السبب الرئيسي أول شيء يعني السياحة هي قامت بتضييق الشوارع بحيث أنه الرصيف أعرض من الشارع. المواطن اللي بده يشتري من عندك، عرفت علي، ما بلقى مكان يوقف في سيارته فيه. احنا وضعنا اليوم ما في لا حركه ولا شغل. والله انا يعني في الشهر بجوز ما بشتغل في 20 ليرة، ما في ناس يجي عندي. يعني ان واحد اللي يفوت عليك اللي يقول لك السلام عليكم والله بدي شغله كذا، ما في ولا حركه، ميت الحركه من مره نهائيا. وأجمع التجار أن التغيرات التي طرأت على المدينة أدت إلى ضعف الحركة التجارية، وعلى رأس هذه التغيرات المشروع السياحي الجديد. المشروع السياحي الذي ضايق التجار وحجر محلات كثيرة خاصة في المنطقة الجنوبية اللي هي جهة المسجد الحميدي في الكرك. هاي الأسباب إنه المشروع السياحي عندما تم تنفيذه في مدينة الكرك لم يراعي طبيعة المنطقة الجغرافية، وهناك معيقات لحركة السياح في مدينة الكرك، وهناك بعض المواقع هي سببت عدم دخول السائح أيضا، فبدل أن يكون هذا هو المشجع للسائح أصبح هو العائق للحركة السياحية. لأهالي الكرك دور مهم في تنشيط الحركة التجارية في المحافظة، ليس فقط في التبضع من متاجر المدينة وأسواقها، وإنما أيضا بالالتزام بقانون السير. بنتمنى أيضا على رجال السير وعلى مديرية شرطة الكرك أن تتابع. هناك سيارات تأتي من الصباح الباكر وبتصف على أبواب المحلات التجارية وتغلق المحلات. نتمنى على مديرية الشرطة من خلال مديرية السير أن تتابع هاي الفئة من الناس اللي بيغلقوا المحلات وبيعطلوا حركة السير، وهم غير متسوقين بيتركوا السيارة 24 ساعة أو 12 ساعة واقفة على باب المحل. بنتمنى أن يكون أيضا هناك حلول إلها حتى أنها تفتح المجال للمتسوقين بالوقوف في الشوارع حتى أنهم يقدروا يتسوقوا من مدينة الكرك. يمكن حل كل إشكاليات المواطنين والتجار في الكرك من خلال عقد اجتماعات دورية تجمع جميع المسؤولين لتباحث ملفات المدينة وفكفكة الخيوط المتشابكة.